الدوري العراقي في 26 سنة. خطيرة من يمين، نوروز و بلنتي، ركلة جزاء مع الحكم. لاحظ بنيامين أكور فقد التوازن، لكن هنا إبراهيم و والله هاي اللقطة صعبة، خلينا نشوفها مرة ثانية. ركلة جزاء، لاحظ بهذه اللقطة مرتضى علي، مرتضى علي هذه اللقطة أوضح. نعم ركلة جزاء ودوليفان، نوروز وهدف آسو رستم، جول لنوروز. آسو رستم يصل إلى هدف ال 18، هدف أول طبعا لنوروز وهدف ال 18 في هدف أول لنوروز. لاحظ يعني الكرة بزاوية والحارس بزاوية ولا يخطأ هذا المهاجم. موسم مميز ل